أهلا بكم من جديد. ثبت علميا وفي كثير من الدراسات والاستبيانات العامة أن المرأة أكثر التزاما من الرجل بدفع الفواتير في موعدها، سواء الهاتف أو الكهرباء أو البطاقات الائتمانية وغيرها طبعا. وهذا مشاهدينا إن دل فإنه يدل على أنه من طبيعة المرأة أنها أكثر تنظيما وأنها تتمتع بالتزام شخصي أكثر من الرجل. نتابع هذا التقرير الذي يشرح المزيد. أعباء ومسؤوليات الحياة تفرض على الأفراد الالتزام بالقوانين، فهل المرأة أكثر التزاماً بالقوانين ودفع الفواتير؟ صح. غلط. أكيد. شور. غلط. إذا بدك تتكلي عليه ضاعت القصة، ما في نقاش فيها. غلط. حسب رأيي وجهة نظري هم أكثر التزاماً. ما بتفق معك. في هيك وفي هيك. الست في دافع عادتها الالتزام، يعني حتى في حياتها، حياتها العملية لازم تبقى ملتزمة بكل حاجة، ببيتها وبشغلها وبكل حاجة. ما تحب التزامات عليها أكثر، الرجل بيأخر معلش بعدين، لكن ستي لا، تحب تخلص التزاماتها. بس ليه؟ لأنهم أكثر خوفاً، أكثر خوفاً من توابع الأمور، فلازم يكون أكثر التزاماً، هذا شيء طبيعي. بحكم طبيعتها، بحكم العاطفة، بحكم تكوينها، من أشياء كثيرة جداً جداً هم أكثر التزاماً، ده حقيقة يعني الواحد بيقولها. غلط. الرجل نوع من المغامرة، في بعض حب المغامرة فيه تكون اللي يخليه يشطح. بس هو عارف انه هذا الموضوع انه هو عليه لازم يساويه، اجره ولا ساواه ما بتفرق معه، بس المرأة انه خلاص انه تلاقيها شيء كبير مثلا، ممكن مشان هذا السبب تنهي الموضوع. الست اكثر زمان من الراجل، لان الراجل بيقوم بعمل تانية يكون مشغول دايما. غلط. الست ما أكثر التزام من الرجل، الرجل بحكم مسؤوليته وطبيعة شغله وطبيعة التزامه نحو الأسرة هو الأكثر التزاما، وهو الحريص دائما عليه أنه كل الأشياء تكون في زمنه وفي مواعيد، لأنه هو المسؤول في النهاية. في راجل ملتزم أو ست ملتزمة بتأدي الواجبات اللي عليها، فمش بترجع للنوع مثلا سواء ذكر أو أنثى، بترجع للشخص نفسه هو بيحب الالتزام أو لا. بدون كاميرا. منو منتظم أكثر، أنا ولا أنت؟ في شغلة بس بالدفع هي ولا هيك شيء؟ لا منتظمك. إذن مشاهدين، المرأة أكثر التزام أو الرجل أكثر؟ خلينا نسأل ضيفنا في الاستديو الأستاذ داني شختور، مدرب ومستشار في فن القيادة. أهلا وسهلا بك أستاذ داني. هل فعلا المرأة أكثر أو لا وليش؟ هو صراحة ما خصه بدفع الفواتير. هي مسألة شوية معقدة أكثر من بس دفع الفواتير. طبعا حضرنا التقرير قبل، هلأ طبعا الناس يمكن حكيت عن تجارب، يعني صحيح. عبر تجربة، ولكن العلم يختلف كليا عن ما تفضلت الأساتذة، يعني الناس اللي حكيتوا فعلا بالتقرير. أول شيء إذا بنيجي نقارن عقل المرأة وعقل الرجل، يعني من ناحية النيورولوجي العلمية exactly. هن متطابقتين، ما بيختلفوا، يعني انا عقلي وعقلك هن مثل بعضهم، ما بيختلفوا. صحيح. ولكن يعني من بدء التكوين، ما بلشت الانسانيه، المراه تعودت على شيء والرجل تعود على شيء اخر. هلا طبعا احنا حديثنا عم نحكي بس انا عارف انه الرجل يفكر بنص ومختلف عن النص اللي يفكر بالمراه. لا كمان مش، لا هذا ليس صحيح طبعا. يعني العقل هو الايسر والايمن. وكان عندنا حلقات سابقه كمان احنا كنا تكلمنا عن الايسر والايمن، لكن ولا يختلف، يعني العقل الايمن عند الرجل هو نفسه العقل الايمن عند المراه، والايسر هو نفسه اللي عند المراه. يعني الايسر هو بيقول لك عن الخوف، يعبر عن الخوف، يعبر عن الاشياء اللي عقلانيه، ماثماتكس بيشتغل 1 2 3 4. اما العقل الايمن هو لا، هو اكثر بالمشاعر، مشاعري اكثر، عاطفي اكثر. الذكاء العاطفي طبعا هو ياتي من هذا الجهه. فلك ما في فرق بيني وبينك، نحن نفس الشيء. جميل. اكزاكتلي. فهون اول شيء من طريق، اول شيء علميا هذا ليس صحيح. هلا لماذا المراه تلتزم اكثر من الرجل؟ اول شيء لانه كمان اثبتت الدراسات، كثير من الدراسات، انه المراه هي منظمه اكثر من الرجل. يعني التنظيم بحياتها المراه هو اكثر من تنظيم تبعول الرجل. فكرمال هي هيك ليس بس تدفع فواتير، هي تحافظ على البيت. يعني نحن بنعرف من امهاتنا، بنعرف من الناس اللي نعرفهم، دائما المراه بتحب يكون بيتها مرتب، بتحب تكون صحيح. الامور مرتبه. اما الرجل لا،
الرجل يعني إيه بنسى مرات يعني بينسى كتير أمور يعني. هذه الخصلة اللي جاية مع التكوين اللي المرأة تأتي مع فيه. التكوين عملوا كمان في دراسة عملت بجامعة بنسلفانيا بأمريكا على 40 سنة فقارنوا المرأة بالرجل يعني التطور كيف بيصير. على 40 سنة تبين أنه المرأة تطورت 15% أكثر من الرجل. الرجل من وقتها بعده مثل ما هو ما تغير. المرأة يعني على 40 سنة. فنحن إذا عم نحكي 40 بلس 40 بلس 40 بتشوفي التطور ليس فقط العقلي بس الخلقي أيضا. يعني المرأة من 100-150 سنة هلأ صارت أجمل وأحسن طبعا للظروف كمان عبر الوقت. أما الرجل من 150 سنة بعده مثل ما هو لليوم لم يتغير. صحيح. هذه حاجة واضحة. لم يتغير. بعدنا مثل ما نحن. طيب خليني أسألك يعني ما أعرف أنا بصراحة كامرأة أقولها قدام الناس إنه ممكن يكون جزء كمان من الإسراف. يعني أنا لما أنزل أشتري ملابس نفس الفكرة إنه أنا بأسرف ونفس الفكرة إنه لما سدد فواتير علي هي تكون جزء من إنه أحس بالانتصار دفعت اليوم شيء. لكن إحنا كرجال منقول ما يعني ما في يعني صرف ما في الجيب. عرفت علي كيف؟ أما المرأة لا لما بتنزل المرأة لتصرف فلوس بتعمل شوبينج بتكون كوني واسعة بتكون كل فواتير كل المستحقات عليها أما الالتزامات بتكون وفيتهم. نعم. المرأة كمان أثبت دراسات إنه المرأة فعلا يمكن إحنا كرجل عنا فكر خاطئ على المرأة إنه المرأة بس بتحب تزبط حالها بس بتحب تظهر. صحيح. ولكن هذا خطأ لأنه المرأة لما توصل لهذه المرحلة داءت زرعا يعني ما وصلت لهالمرحلة إنه لأنه أنا بحب أكون هيك. يعني كمان هيدي شغلة لما نحكي عن مالتي تاسكينج كمان أثبت الدراسات المالتي تاسكينج إذا أنت فيك تعملي كذا شغلة بذات وقت. كمان أثبت الدراسات إنه المرأة هي أهم بكتير بالمالتي تاسكينج من الرجل. صحيح. تقوم بأكثر من مهمة بنفس الوقت. صحيح. ليش؟ يعني هي بتفكر بنفسها آخر شيء. يعني هي بيتها أولادها زوجها حياتها. معظم ضيوف البرنامج أقروا هذه النقطة. بعدين بيجي دورة بعدين هي بتطلع بتقول أنا لا هلأ صار it's my time هلأ صار وقتي. أما بالنسبة للرجل كمان عنده مالتي تاسكينج ولكن يعني الدراسات أثبتت أقل تقريبا مشي 10-15% من المرأة. ولكن المفارقة المضحكة أنه الرجل بالمالتي تاسكينج بشو يهتم؟ يهتم بنفسه ويهتم بأصحابه أول شيء. أول شيء. أما المرأة هي تهتم بكل شيء ما عدا نفسها بأول شيء بعدين تلجأ إلى نفسها بآخر المطاف. هلأ ولكن بالمالتي تاسكينج يعني المرأة للأسف عم ترتد عليها سلبا. ليه؟ لأنه عم تعمل كتير إشياء تجمع الضغوطات عليها 100% فعم بصير في عنا ضغط كتير كبير عليها عنا سترس طبعا. أما الرجل شو هو السترس تبعوله؟ يعني إذا ما ظهروا أصحابه خلصت الدنيا بالنسبة له. أقل شيء بيعمل له ستريس حق السنة كلها اللي بيتعاني منه المرأة. إيه صحيح. طب خليني أسألك عن فكرة الإهمال أساساً إهمال الفواتير والدفع والالتزام سواء للنساء أو للرجال إيش سببها من فين بتيجي هذه الخصلة؟ الخصلة كمان يعني نابا نحن منقول الخصلة تبدأ يعني العادة يعني الخصلة العادة هي تبدأ من البيت يعني حسب نحن كيف متربى الدنيا أم بالنتيجة. صحيح. ودائما أنا بقول الأم هي أساس البيت. المرأة هي أساس البيت أساس التكوين. فلذلك نحن كيف متعلم ببيوتنا كيف أهلينا بربونا وأمياتنا بتربينا أنا برأيي نصبح عندما نكبر. نحن صرنا بالاختراب 11 سنة. أوكي أنا شخص عايش لحالي أنا بطبخ وبجلي وبعمل كل المستلزمات اللي أنا لازم أعملهم بالنتيجة ما في أهمل هذه الأمور لأنتم مس فيه كشخص. فهل يمكن لو كنت متزوج يمكن ما كان عندي هالالتزامات فإذا حدا بيشيلها عني بكون كتير يمكن مبسوط. alright فحسب كيف نحن بنربى. إذا بنربى بطريقة عنا مسؤولية فتأتي المسؤولية معنا حتى لو سفرنا أو حتى لو وين ما رحنا طب بتكمل معنا. بس إذا نحن أصلاً بالأساس ما عنا هذه المسؤولية. صحيح. ما بتكفي معنا. فالمرأة لأنه بتحب تكون كل الأمور البيت مزبطة هي أمورها بتحب هي مرتبة. طيب الرجل بيتكل على المرأة في أشياء كتير بكل شيء. بس في كل شيء بس عند المسؤولية المادية أو المالية بشكل عام في داخل المنزل لا يفضل إنه هو اللي يكون مسؤول عنها. ليش؟ أوكي كمان رغم نجاح وتفوق المرأة على الرجل. أوكي كمان إذا عم نحكي كمان من ناحية دراسية ومن ناحية علمية للأسف الشديد أثبتت الدراسات إنه المرأة يعني العمل طبعا عمل دراسات عديدة وكثيرة عبر 150 سنة ولكن أثبت المرأة يعني إذا عم نحط 16 leadership سكيلز للمرأة نجاح قيادي أثبتت المرأة تتفوق على الرجل ب 15 من 16 ولكن حتى اليوم بعدنا منعيش in a man's world. يعني كل المؤسسات الكبيرة بتلاحظي أنه كلها رجال ما في نساء قليل طبعا في بس ولكن قليل. نعم. أوكي طب ليش؟ ليش؟ لأنه أول شيء الرجل كمان أثبت درس أنه الرجل يوظف رجل
لا يوظف امرأة. هيدي أول شغلة. عشان ما يثق ولا عشان لا مش عشان ثقة، عشان ما تتزعزع رجوليته وعشان ما يقول إنه لا إنه عشان غروره 100%. الغرور هو يأتي أولا. فالرجل بيوظف رجل. هلأ أمتين بيجي بيوظف امرأة إذا كانت على مثلا اكزاكتلي سكرتري، ممكن نيرس، اديوكيشن، بتلاقي الامراه كثير بهذه المجالات. بس اذا بتلاقيها ان ذا بزنس لا بتلاقيها مغبون انه هذا اختلاط لها، وبيبرر في اشياء ثانيه 100%. فكل هذه ما لها طعمه. طيب التخطيط المالي في حياه المراه اكيد ضروري، خصوصا في وقتنا اللي صارت المراه مستقله وشايله نفسها. قديش ممكن توجه لهم نصيحه كده السيدات اللي بيتابعونا الان، نصيحه اخيره اذا ممكن؟ نصيحه اخيره لا بالعكس، نحن نشد على ايديهم. يعني بالنتيجه الرجل اذا بدك تعمل تخطيط لحياتها، تخطيط مادي. التخطيط المادي هلا طبعا بتعرف ايامنا هيدي المراه والرجل هن اثنين عم يشتغلوا لهم بالبيت. هلا ما يعني ما بنرجع نفوت اذا والله انا اذا زوجتي بتعمل فلوس ولا هيدا، ولكن نحن طبعا يعني من ناحية الاستقلالية الاستقلالية هي أساسية بالنسبة للمرأة. طبعا شو برجع بقولك، الطبيعة الإنسانية هي عودة تكون مسؤولة. فما في داعي أنا يعني دائما نحن بنفكر كمان كرجل، هيدي سايكولوجي سبيكينج، نحن بنفكر دائما بدنا ننصح المرأة. صحيح. ولكن كمان هذا خطأ على الرجل، لا تنصح المرأة لأن المرأة تعرف ماذا تريد. فأنت عليك كرجل أن توجه فقط لغير. فالمرأة تعرف ماذا تريد، فلما يكون عندها مسؤولية تعرف إنه هذه مسؤولياتها. فلذلك انه بنرجع بنقول كمان انه خلينا نشددوا يعني من ناحية الماديه والماليه، يعني ايد واحده ما بتزقف. صحيح. فزوج ويعني كابلز بكونوا مع بعضهم لازم يكون في في مشاركه يعني. نعم. شكرا جزيلا لك استاذ داني، شكرا جزيلا لهذه النقاط، واشكرك حتى على مصداقيتك، لانه يعني من النادر ما يجوني ضيوف رجال ويقولوا بكل صراحه انه هذه مشاكل الرجل. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا مع هذا النقاش الخفيف وصلنا لاخر حلقتنا اليوم من برنامج سيدتي، اكيد نلقاكم باذن الله في الغد حلقه جديده ومواضيع متجدده. الى اللقاء.